ويعني بمناسبة واحنا يعني بنتكلم عن الطرق ومنظومة النقل والمركبات والتراخيص يعني انا حابة حضراتكم تشوفوا معايا الفيديو ده وازاي بيتم مواجهة مخالفات الطرق. نشوف الفيديو ونرجع نتكلم. كل الطرق عليها حملات وحملات مكثفة متنوعة، حملات رادار، حملات متنوعة مخالفات عامة، حملات بيئة. يعني احنا موجودين دلوقتي عندنا حملة مخدرات، حملة بيئة، حملة متنوعة، حملة رادار. الحملات بتقام يومية وبصفة يومية من أول ضوء حتى آخر ضوء. الفترة السابقة الإطارات بتتسبب في نسبة تقريبا 18% من حوادث الطرق، انفجار إطار. فإن شاء الله في حملة توعية للمواطن، هنعرفه الإطار إيه، وبرضه في نفس الوقت هنعمل حملة على الإطارات وهنفهم المواطن بطريقة إيجابية وبطريقة كويسة إن الإطار عمره قد إيه، المفروض إن هو يبقى عنده نوع من الوعي في موضوع الإطار. دايما بنوجه بعض النصائح والإرشادات للسادة مستخدمي الطرق في بداية الرحلة المرورية: التزام بالسرعة، الكشف على فنيات السيارة. فمثل هذا التوقيت من السنة بيبقى التعامل مع الإطار بيحتاج معاملة خاصة، دورة التبريد. طريق الفيوم عليه قولين أمنيين، عدد 2 قول أمني، طريق أسيوط الغربي عليه عدد 2 قول أمني. مهمتهم إن هم بيفضلوا بيمروا على الطرق بالتناوب ذهاب وإياب لضبط أي مخالفات سواء مرورية أو مخالفات جنائية. خدنا 12 حالة، طلع منهم 3 إيجابي والباقي سلبي. أنا أهم حاجة بس النقل يمشي على اليمين. النقل هنا ما شاء الله في اي حته ماشي، لو التزم بالنقل والتزم بمواعيد الذروه بتاعته يمشي ويروح يجي في وقته، مش هيبقى في حوادث. بص تلاقي واحد بيعمل لك داخل لك تحت الدبل، يبقى انا ازاي جبت انا في الحادثه؟ ازاي انا ماشي في يميني؟ الالتزام لو كل واحد يلتزم زي ما احنا ملتزمين كده، كل واحد ماشي بنظامه، كله يبقى ماشي في امان وفي راحه نفسيه وكله مرتاح. لكن في اللي جاي مستعجل، ان كان بتعمل لك وان كان بتعمل لك كبير، كله مستعجل وعايز يشيل التاني.